بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين. يوم جديد ورياضه جديده وحلقه جديده ودائما وابدا ملعبكم عبر سي بي سي 2. النهارده عندنا انجاز مصري جميل جديد. عندنا اللاعب محمد ايهاب لاعب المنتخب الوطني لرفع الاثقال، خد ميداليه برونزيه بمنافسات الخطف وزن 69 كيلو في بطوله العالم المقامه حاليا في كازاخستان. بس موجوده كانت خدت المركز ال 13 في الترتيب العام للبطوله في وزن 53 بمجموع 186 كيلو. ادي كمان ميداليه ذهب في بطوله عالميه. جميل، وزي ما احنا متراهنين على اللعبات دي، لعبات القوه ولعبات النزال، وزي ما احنا شايفين وعارفين ابطالنا بطلات العالم في الكاراتيه وابطال العالم في الكاراتيه والانجاز الطيب اللي حققوه في البطوله الاخيره التي اختتمت بالامس في المانيا وحصولهم على المركز الثاني. وبالتالي كان عنواننا الاول النهارده هو عوده الابطال. النهارده باذن الله عز وجل ابطالنا بيعودوا، سننقل لكم الاستقبال على الهواء مباشره كنوع من انواع التكريم ليهم، نكرمهم، نكلمهم في المطار. زميلنا اسامه امام يعمل معاهم حوارات على الهواء مباشره. ان شاء الله عز وجل يعني يلقوا الاستقبال الجيد والحافل اللي يليق بهم ويليق بما قدموا. احنا النهارده عندنا كمان على لقاء المصير لقاء مصر والسنغال، ولو اني ما بحبش الكلام ده لكنه فعلا اصبح لقاء المصير، لانه هيحدد الى درجه كبيره جدا منتخبنا الوطني، ظروف منتخبنا الوطني، حظوظ منتخبنا الوطني بامر الله عز وجل في المباراه المقبله امام السنغال والتاهل الى نهائيات الامم الافريقيه اللي احنا مش عارفين هتلعب فين. هتلعب في مصر، هتلعب في الجابون، هتلعب في انجولا، في نيجيريا، في غانا. وان كانت تخميناتي بتقول ان الجابون هي الاقرب. عندنا لقاءات مع عدد من اللاعبين وصوره لتدريبات المنتخب. التالت تعمدت ان انا اخد اوروبي كانانيه شويه. بيني وبينكم ريال مدريد مكسر الدنيا، بيقدم كوره مش حلوه، حلوه قوي يعني، عامل حاجات جميله جدا. وبعدين يغيب ده يطلع ده، يغيب جارث بيل تلاقي اسكو، يغيب اسكو تلاقي بنزيما، يغيب بنزيما تلاقي كريستيانو. الدنيا يعني ما شاء الله عليه حاجه محترمه جدا 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 فريق الريال. النهارده عندنا تقرير خاص عن الريال. اما عنواننا الرابع والاخير فهو عن ضيفنا النهارده كابتن عمرو انور اللي حقق نتائج اكثر من رائعه مع نادي الاتحاد السعودي. ان هو في اجازه في مصر وهيكون ضيف عزيز علينا، يقول لنا قصته وحكايته وروايته، ايه اللي بيحصل، ايه اللي حصل، واماله وطموحاته، امتى يرجع مصر وعنده عروض من الانديه المصريه ولا لا. كل ده هيكون معنا في التفاصيل. لكن عندي قضيه مهمه جدا عن الشباب، مقال كتبه الزميل العزيز ياسر رزق بالامس في الاخبار، محدش خد باله منه، ما اهتمش بيه. عندي بيانين هقراهم بس، بيان من نقابه الصحفيين وبيان من مجلس اداره نادي الزمالك، ومش هندخل طرف في هذه القضيه الشائكه اللي واضح انها ستتصاعد في الايام القليله المقبله. خلينا نروح لعناوين النشره مع الزميل تامر جابر ثم اعود اليكم بالتفاصيل. وزير الشباب والرياضة يتفق مع وزير الداخلية على حضور 25 ألف مشجع مباراة مصر والسنغال. خالد عبد العزيز يجتمع بعيسى حياته في مقر الكافة ويؤكد دعم الحكومة المصرية لإقامة أمم إفريقيا 2015 في موعدها. وزير الشباب والرياضة يؤكد استعداد مصر لتنظيم أمم إفريقيا 2017 خلال اجتماعه برئيس الاتحاد الإفريقي. أحمد الشناوي يقترب من التماثل للشفاء والمشاركة في مباراة مصر والسنغال. المنتخب يتدرب باستاد القاهرة بدلا من بيتروسبورت استعدادا لمباراة السنغال المصيرية. السنغال تخطر الجبلاية بحضور 1000 مشجع أمام الفراعنة وطرح تذاكر المباراة الثلاثاء.
اتحاد الكرة يؤكد أن الأمن وافق على حضور 20,000 مشجع نهائي الكونفدرالية بين الأهلي وسيوا سبورت الإيفواري. لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة تغرم الإسماعيلي 249,000 جنيه لصالح محمد حامد ميدو لاعب الفريق السابق. مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام يقرر إحالة مخالفات مشروع الهدف لوزير الرياضة. الأهلي يصطحب 17 لاعبا لمواجهة العربي وديا بالكويت، ويستبعد شريف عبد الفضيل وشريف إكرامي ومحمد رزق وعبد الله السعيد وإسلام رشدي. شريف عبد الفضيل يقترب من المشاركة في نهائي الكونفدرالية، وأحمد عبد الظاهر يعود لتدريبات الفريق. عبد الصادق يبحث ترتيبات رحلة نهائي الكونفدرالية أمام سيوا سبورت مع سفير مصر بكوت ديفوار. الأهلي يقرر طباعة 30,000 تذكرة لنهائي الكونفدرالية أمام سيوا سبورت الإيفواري. عبد الله السعيد يجري أشعة جديدة خلال أسبوع لتحديد موعد مشاركته في تدريبات الأهلي بعد جراحة أجراها مؤخرا في وجه القدم. عمر جابر يرفض عرض مونتيري المكسيكي وينتظر عرضا أوروبيا أفضل حال الرحيل من الزمالك. باتشيكو المدير الفني للزمالك يصل القاهرة الاثنين بعد انتهاء زيارته للبرتغال. الزمالك يضم الخماسي الصاعد محمد براني ومحمد خليفة وعمر محمد صلاح ويوسف حسن ومصطفى أحمد لمعسكر الجونة. جهاز الزمالك يحسم العروض التي تلقاها بعض لاعبيه أمثال محمد شعبان وياسر إبراهيم ويوسف إبراهيم أوباما ورضا العزب خلال فترة توقف الدوري. طبيب الزمالك يجري فحوصات لأيمن حفني لتشخيص حالة اللاعب بعد إصابته في العضلة الخلفية. الجابون وأنغولا ونيجيريا يتنافسون على تنظيم أمم إفريقيا 2015 بعد اعتذار المغرب رسميا عن استضافة البطولة. عيسى حياتو يرفض في القاهرة تأجيل أمم إفريقيا 2015 ويؤكد أن تأجيلها يعد شهادة وفاة للكاف. تدريب صباحي للمنتخب الأولمبي والبدري يصحح أخطاء لاعبيه قبل ودية السودان الخميس. الهولندي فوتا يتسلم أول قسط من مستحقاته المتأخرة لدى الإسماعيلي. الأسيوطي يفاوض باهر المحمدي وخالد عيد ثنائي الإسماعيلي. المقاولون يواجه حرس الحدود والداخلية وديا خلال توقف الدوري. منتخب الكاراتيه يعود للقاهرة فجر الثلاثاء بعد الفوز بثلاث ذهبيات وفضيتان وبرونزية واحدة، احتل بهم المركز الثاني ببطولة العالم بألمانيا. معسكر ماليزيا يجهز فراعنة الهوكي للدور الثاني بالدوري العالمي. الدفاع الجديد بقيادة حسن شحاتة يخسر أمام أغادير بهدف نظيف في الدوري المغربي. باريس سان جيرمان يسقط مارسيليا بهدفين نظيفين في كلاسيكو فرنسا. الليبيري ويليام جيبور مهاجم طلائع الجيش السابق على رادار ليفانتي الإسباني. سان جيرمان الفرنسي يواجه انتر ميلان الإيطالي وديا في افتتاح ملعب مراكش بالمغرب. كأس العالم للأندية يصل مدريد في إطار حملة ترويجية يقوم بها الفيفا للبطولة التي تستضيفها المغرب الشهر المقبل. روما يضرب تورينو بثلاثية نظيفة، وإنتر ميلان يتعادل مع فيرونا بهدفين لمثلهما في الدوري الإيطالي. الكويت واليمن يتدربان لأول مرة في الرياض الاثنين استعدادا لكأس الخليج. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. النهارده معانا تجربه جديده اتمنى انها تعجبكم باذن الله عز وجل. هيكون معانا فيها الزميل ماجد غراب، وهتكون كده ان شاء الله في الجزء الثاني من الحلقه، يعني بعد الساعه 7 كده ان شاء الله، 7:30 تكون موجوده معانا، وان شاء الله هتكون تجربه شبه يوميه باذن الله عز وجل تعجبكم. وبكره كمان معانا تقرير مهم قوي قوي، كان احد المتصلين كلمني امبارح وانا قلت له ما تحرقليش اللي انا عامله، فان شاء الله عز وجل هيبقى حاجه كويسه بشكل جيد بامر الله عز وجل. خليني اقرا لكم بيانين بلا تعليق، لا على البيان ده ولا على البيان ده، بس انا لازم اقرا البيانين الحقيقه. في يعني هحاول افلتر بيان كده شويه، هشيل منه بعض العبارات وهقرا. بيان من نادي الزمالك، تابع مجلس اداره نادي الزمالك في اجتماعه الذي عقد مساء امس الحملة الإرهابية التي يقودها بعض الصحفيين العاملين في جريدة المصري اليوم منذ أسبوعين ضد نادي الزمالك ورئيس مجلس إدارته، والتي بدأت بنشر أخبار كاذبة عن النادي والفريق الأول.
انتهت بتوريط احد لاعبي الفريق في حديث نتج عنه له ولمن اجرى الحوار جريمة التأثير على تحقيقات تجريها النيابة العامة مع العصابة الاجرامية المسمى بالالتراس والمنسوب لبعض اعضائها جرائم الشروع في القتل والسرقة بالاكراه واتلاف المال العام البلطجة. وكان السبب الرئيسي لهذه الحملة هو استيلاء صلاح دياب ملك الصحيفة مع نجلته على مبلغ 2,500,000 جنيه من اموال نادي الزمالك التي تعتبر مال عام، وايضا على 6 محلات مملوكة لنادي الزمالك واغتصب حيازتهما بدون وضع حق قيمتها 35 مليون جنيه. عندما علم بان نادي الزمالك ستقدم ببلاغ ضده الى السيد المستشار النائب العام لارتكابهما جرائم الاستيلاء على المال العام والتربح والامر المعاقب عليه بالسجن المشدد لمدة 15 عام منح الضوء الاخضر لبعض الصحفيين في جريدته لشن هذه الحملة على نادي الزمالك ورئيسه متوهما انه بذلك سيخيف ويمنعه من لحقته هو ونجلته قضائيا. استمع المجلس الى محادثتين هاتفيتين مسجلتين باذن سب فيهما السيد رئيس النادي ووالدته وكل افراد اسرته بالفاظ بذيئة هددوا بشن حملة شعواء ضده من خلال الصحفيين العاملين في جريدته لارهابه ومجلس ادارته بسبب المحلات التي استولى عليها. استمع ايضا الى تطاوله على مقام السيد رئيس الجمهورية. لذلك قرر المجلس بالاجماع تقديم عدة بلاغات باسمه ضد المدعو، اولها للسيد المستشار النائب العام لارتكابه جرائم الصب والقصف في حق العائلات والطعن في الاعراض واهانة رئيس النادي. كما قرر المجلس تقديم تفسير الحملة الصفراء التي شنها الصحيفة ضد نظام الحكم والرأي الطبيعي للصحيفة يمولها المعهد الديمقراطي الامريكي. كما قرر المجلس تقديم بعض بلاغات ايضا للسيد رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ومدير المخابرات الحربية وزير الداخلية مدير مباحث امن الدولة. وطلب المجلس من اعضاء جامعة العمومية وجماهير النادي التي تم سبهم مقاطعة الصحيفة وعدم شرائها. لاحظ المجلس ان بعض الصحفيين المنتمين لصحيفة النصر اليوم منهم من يشغل موقع في المكتب التنفيذي لرابطة النقاد ومنهم بعض الصحفيين الذين يعملون في مجلة النادي الاهلي قاموا من قبل بسب النادي ومجلس ادارته وجماهيره. تم تقديم بلاغات ضدهم جميعا قاموا بتضليل عدد كبير من النقاد الرياضيين الذين يكن لهم نادي الزمالك كل احترام وتقدير. عقد اجتماع مدعين بانه دفاع عن حرية الصحافة غير مدركين بان نادي الزمالك هو اول الحريصين على حرية الصحافة وحق الصحفي في النقد البناء وليس السباب الاهانة. كان معظم المجتمعون لا يعلمون ان الهدف الاساسي من الاجتماع هو استكمال حملة الارهاب التي يشنها صلاح دياب عن طريق بعض الصحفيين عاملين معه وايضا عاملين في مكتب محمود طاهر الخاص وفي مجلته. لذلك قرر المجلس الالتفات عما صدر من قرارات رابطة النقاد لان غالبية الصحفيين الذين حضروا الاجتماع لم تصلهم الحقيقة الكاملة، ولكن المجلس يؤكد ان المعاملة ستكون بالمثل ويستكمل المجلس دار مسيرته في النهضة الرياضية الانشائية التي بدأها والتي لن تتوقف باذن الله. اما ملك الصحيفة فقد قدم المجلس ببلاغ ضده للاستيلاء على المال العام والتربح وقيده برقم 1550 لسنة 2014 حصر اموال عليا ولم ترهبوا هذه الحملة المسعورة لاثناءه على ان يحافظ على المال العام واسترداد حقوق نادي الزمالك. المدير التنفيذي لواء علاء مالك. رسميا نقابة الصحفيين تقرر حجب اسم وصورة رئيس نادي الزمالك وتقديم بلاغ ضده الى النائب العام. ناقش مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه مساء امس الاحد 9/11/2014 برئاسة الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين الازمة الاخيرة بين رئيس نادي الزمالك وعدد من الزملاء المحررين الرياضيين اعضاء النقابة والتي تطاول فيها رئيس النادي على الزملاء، وجه اليهم عددا من العبارات البذيئة. كما استعرض المجلس القرارات التي رفعها اليه المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين والتي اتخذتها الجمعية العمومية الطارئة التي عقدتها الرابطة مساء السبت 8/11/2014 الماضي بالنقاب. قرر المجلس بالاجماع تبني جميع قرارات الجمعية العمومية لرابطة النقاد الرياضيين باعتبارها قرارات ملزمة صادرة عن مجلس النقاب. وفي هذا الشأن أكد المجلس على وجه الخصوص على قرار منع نشر اسم أو صورة رئيس نادي الزمالك المشار إليه في أي صحيفة مصرية أو مقاطعة المؤتمرات الصحفية التي يعقدها، وكذلك عدم ظهور أي من الزملاء أعضاء النقابة في البرامج الرياضية التلفزيونية التي تستضيفه. وشدد المجلس على أنه سيتخذ الإجراءات التأديبية فورا تجاه أي زميل يخالف هذه القرارات. كما قرر مجلس نقابة الصحفيين التوجه بكامل هيئته مع المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين إلى مكتب السيد المستشار النائب العام لتقديم بلاغات في الوقائع المشينة المنسوبة إلى رئيس النادي سواء ضد عدد من النقاد الرياضيين وأيضا إلى أحد أعضاء مجلس النقابة. ويعرب المجلس عن تقديره واعتزازه الكاملين لنادي الزمالك العريق بأعضائه ومجلس إدارته، ويؤكد المجلس أنه لم ولن يدخل في خصومة مع أي مؤسسة رياضية
وفي هذا الشأن يستنكر مجلس نقابة الصحفيين بشدة أسلوب الابتزاز الذي لجأ إليه رئيس نادي الزمالك بإرسال خطابات إلى عدد كبير من الزملاء الصحفيين يفيد بسحب أدواتهم في النادي، وهو إجراء غير قانوني يستوجب توضيحا من باقي أعضاء مجلس إدارة الزمالك الذي تتعامل معه النقابة كمؤسسة رياضية متكاملة. ويطالب مجلس النقابة وزير الشباب والرياضة بالتدخل العاجل وإجراء تحقيق شفاف في هذه الواقعة تطبيقا للقانون وحفاظا على مصداقية المؤسسات الرياضية. سكرتير العام كارم محمود، يعني أعتقد إنه كلام كتير جدا وخناقة عنيفة جدا جدا، الله أعلم هتنتهي إمتى، هتنتهي على إيه، هتنتهي إزاي. الأمر جد خطير. لو حد عنده بيان، حد عنده بيان، أنا هكتفي بالبيانات، معلش محدش يزعل مننا، لو أي حد عنده بيان، لو جريدة المصري اليوم رئيس تحريرها أو الأستاذ صلاح دياب مالكها أو مديرها التنفيذي عنده بيان عايز يبعتولنا هنقراه في التو واللحظة. يعني هعتذر للجميع عن اي مداخلات هاتفية، لانه انا هكتفي بذكر البيانات، لانه الامر هفتح هنا وهفتح هنا وهفتح هنا وهفتح هنا هتبقى مشكلة وتبقى خناقة على الهوى، انتم في غنى عنها وانا في غنى عنها والجماعة في غنى عنها. البيان زي ما جالي قريته، نقحت شوية على قد ما اقدر وقريت البيانين، سواء بيان مجلس ادارة نادي الزمالك ودي امانة مهنية تقتضي ان انا اراه، او بيان مجلس نقابة الصحفيين ودي امانة مهنية برضو تقتضي ان انا اراه. ناقص لي المصري اليوم اذا كان هناك اي رد عن طريق بيان يتبعت حالا انا طبعا تحت امركم، من حقهم تماما ان هم يردوا. اي حد عايز يبعت لي بيان تعقيبا على بيان اتقال الف اهلا وسهلا بي. يعني نادي الزمالك عايز يبعت بيان تعقيبا على بيان النقابة، على اتم استعداد ان انا اقوله النقابة او رابطة النقاد عايزة تبعت بيان تعقيبا على بيان مجلس ادارة الزمالك اهلا وسهلا بيه. المصري اليوم عايزين يبعتولنا بيان تعقيبا على ما جاء في ده برضو اهلا وسهلا بيه، عشان اكون واضح مع الجميع، لانه اي حد هيعمل مداخلة، التاني هيعمل مداخلة، التالت هيعمل مداخلة، الرابع هيعمل مداخلة، دخلنا في دوامة ملهاش نهاية بكل اسف وكل اسف. اروح لفاصل وارجع لحضراتكم.